السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الحضور الكرام، طبعا موضوعنا الليلة اللي بيتحدث فيه الأستاذ حسن محفوظ حول جامع بوري القديم. المساجد القديمة في البحرين من أشهرها، وهذا لا يخفى عليكم، مسجد الخميس، والذي يعتقد بأنه بني في فترة مبكرة من الحضارة الإسلامية، وتحديدا فترة عمر بن عبد العزيز حسب الروايات، كما أن هذا المسجد كان له شأن كبير في المسيرة المتعلقة بالدعوة الإسلامية وفي مختلف العصور التاريخية، كما أن هناك أيضا مساجد أخرى كشفت عنها أعمال التنقيب، من بينها مسجد في قرية باربار، شرقي أو جنوب قرية باربار تحديدا، وهناك مساجد أخرى أيضا تم التعرف عليها من خلال أعمال التنقيبات. ومسجد بوري قد يكون أيضا من تلك المساجد التي كان لها شأن كبير في مسألة الدعوة الإسلامية، وأيضا لاعتبارات أخرى فنية تتعلق بعمارة المساجد في مملكة البحرين. محاضرنا الليلة هو الأستاذ حسن محفوظ، والأخ حسن محفوظ من مواليد 1976، حاصل على بكالوريوس تسويق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ويستعد حاليا لمناقشة رسالة الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة من الجامعة الأهلية بعد أنها جميع متطلبات رسالة الماجستير، وهو مهتم بالثقافة والتراث الإنساني عموما، وكان أحد أعضاء مجلس إدارة مركز كانو الثقافي، والآن هو أيضا عضو إدارة سابق بجمعية العلاقات العامة البحرينية، وعمل في مجال الصحافة لمدة 13 سنة. أيضا شارك الأستاذ حسن في العديد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية في عدد من الدول العربية، كما أدار لجان إعلامية في عدد من المهرجانات والمؤتمرات في البحرين. وقبل أن أفسح له المجال ليتحدث إلينا حول جامع بوري، وددت فقط أن ألفت انتباهكم إلى أن لقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله مع الشيخ حمود بن حمد الغيلاني من سلطنة عمان، وسوف يتحدث عن تاريخ السفن والملاحة البحرية في عمان، ونحن كلنا نعرف أو لدينا على الأقل إلمام بأن لسلطنة عمان دور كبير في الصناعة المتعلقة بالسفن. نترك المجال الآن لمحاضرنا الأستاذ حسن محفوظ ليتحدث عن هذا المعلم الحضاري، مسجد بوري القديم. طاب مساءكم بكل خير، أرحب فيكم أيها الأخوة والأخوات في هذه المحاضرة، وفي البدء أيضا أشكر جمعية تاريخ وأثار البحرين على هذه المحاضرة والمبادرة. في الواقع نحن أمام حكاية لجامع وهو من أقدم الجوامع في البحرين، كان مهملا لسنوات عديدة وأوشك على السقوط، ويعني استطعنا
أيضا بوقف هدم الجامع كان هناك يعني مجموعة يعني ما كان عندهم أي حس تاريخي وتراثي، كانت تدفع باتجاه هدم الجامع وإعادة بناء الجامع من جديد. بفضل الله وفضل يعني بعض المسؤولين استطعنا وقف هذا المشروع والدفع باتجاه محافظة على هذا الجامع كونه جزء من التراث الإنساني، جزء من ذاكرتنا. في الجامع يعني احنا لازلنا في طور التجديد في افتراضات وبعض الاستنتاجات اللي وصلنا اليها، وخاصه من خلال مشروع التنقيب الاخير واعمال الترميم اللي قامت فيها هيئه وزاره الثقافه سابقا هيئه الثقافه والاثار حاليا، استطعنا الوصول الى يعني نتائج قد تكون صحيحه قد تكون خاطئه، لكن هذه كلها يعني كلها استنتاجات من خلال الفريق اللي عمل وايضا بعض المصادر اللي قدرنا نحصل عليها. هذه الاستنتاجات كلها قابله للاخذ والتطوير من خلال اي خبره في الاثار في التاريخ ممكن ايضا يفيدونا، واحنا نجدد في هذه المعلومات. الجامعه ما يحمل اسم قريه بوري، هو قريه بوري فقط للي ما يعرف قريه، هي احدى قرى المحافظه الشماليه، كانت في السابق ضمن المنطقه الوسطى قبل إقرار التقسيم الجغرافي الجديد على أساس محافظات البحرين، الآن أصبحت ضمن المحافظة الشمالية. بوري تعتبر من أكبر القرى في البحرين مساحة من حيث المساحة الجغرافية، أيضا يعني عرضنا المؤرخ البحريني محمد علي التاجر في كتابه بأنها قرية ذات بساتين لاصقة ومياه غزيرة ودافقة وأهلها فلاحون وبجنوبها آثار قديمة. قد تكون هذه الآثار الموجودة هي يعني مدافن دلم اللي موجودة قريبة جدا، صار لأن احنا بالضبط قريب عالي جدا، وجزء من هذه الآثار صار في منطقة بوري. القرية تنقسم، القرية السكنية المنطقة السكنية هي تنقسم إلى سكنية وزراعية. المنطقة السكنية تنقسم إلى ثلاث أحياء رئيسية، هي الديرة، والديرة هو يعني المكان اللي فيه الجامع، الديرة القديمة كانت متكونة من بيوت قديمة مبنية على الطراز القديم، للأسف أغلب هذه البيوت الآن تم هدمها وإعادة بنائها من جديد، لا زال في بعض البيوت موجودة لكن طبعا مع النزوح السكاني تغيرت. والمنطقة الثانية أو الحي الثاني اسمه البر بالمصطلح المحلي اللي احنا نسميه في بوري، وأيضا الحي الثالث وهو الحي الجديد اسمه وادي السيل. المنطقة الزراعية تتكون من منطقة أحويز، وهي المنطقة الكبيرة جدا اللي تكون فيها المزارع وتكون فيها العيون اللي لا زالت موجودة، وأيضا منطقة المراح وهي منطقة رملية تحتوي على بعض الأشجار ومزارع الدواجن. بالإضافة لهذا القرية أيضا تشتهر بنشاطها الرياضي، نادي بوري من أشهر الأندية في الدرجة الثانية، كان حصل على بطولات عديدة، وأيضا من مسرح بوري من أشهر الأندية، من أشهر المسارح في البحرين، كان فترة السبعينيات والثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات من أنشط يعني إنتاج المسرحي، أنتج تقريبا 30 عمل مسرحي. هذه خارطة تبين، يمكن بعضكم يعني ما يعرف موقع بالضبط، بوري هي صايرة بالضبط على الهايوي وانت رايح من المنامة إلى مدينة حمد أو يسار إلى الرفاع، هذا شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وبوري لو تلاحظونها يحدها من الشرق عالي ومن جهة الشمال يسار الهايوي اللي جاي من السعودية والجهة الجنوب مدينة حمد. هذه المنطقة اللي تحت هني، هذه وادي السيل، الحي وادي السيل، وهذه حي البر،
فاهم؟ هاي وادي السير وهذا هاي البر وهذه الديره اللي فيها الجامع. هذه المنطقه كلها منطقه زراعيه لاخر شيء هنا فيها المزارع وفيها النخيل وفيها العيون. للاسف لو تلاحظون المنطقه البقعه الخضراء هذه تقلصت بشكل كبير جدا، يعني كانت هذه المساحه كلها خضراء، يعني يمكن قبل 15 سنه اغلب هذه المساحه خضراء كانت. يمكن في بعضكم يتساءل وادي السيد منطقه بروحها خضراء، هو بالاساس وادي السيد اللي تعرفونه اللي قريب من المستشفى العسكري هو نفس المنطقه اللي في بوري، يعني كانت يوم من الايام هي جزء منها. فلما صار الهاي واي انقسم، يعني الحين المستشفى العسكري هذا هني المستشفى العسكري بالضبط، يعني هذا وادي السيد في بوري وهذا المستشفى العسكري صاير بالضبط هني، يعني هاي البيوت وادي السيد. فهو كانت منطقه واحده وادي السيد، يعني لما صار الهاي واي انقسمها الى قسمين، قسم صار جهه بوري وقسم صار جهه المستشفى العسكري. سكان في بوري يعني يبلغ عدد سكان قرية بوري قرابة 6000 وفقا للتقديرات الرسمية عام 2010. في الغالب يسيطر على قرية بوري نمط اجتماعي واحد كونهم من القرى متجانسين في بين بعضهم، هناك مصاهرة كبيرة جدا بين العوائل، لا يوجد التنوع العرقي أو التنوع الأثني كما هو موجود مثلا في المحرق أو موجود في المنامة. في الغالب أهل القرية ينتمون إلى يعني للقرية نفسها. في السابق يعني قبل اكتشاف النفط حتى أيضا بعدها لفترة كبيرة، يعني فترة طويلة شوية، الأهالي ما عرفوا العمل إلا فقط في الزراعة والنخيل، وهذا راجع لعدة أسباب. السبب الأول أن بوري يمكن من القرى الوحيدة اللي ما يعني صوبها بحر، على أساس أنه ممكن يعملون في البحر وصيد اللؤلؤ وإلى آخره. أو بوري أيضا هي بعيدة عن المركز التجاري، ممكن يشجع الأهالي على العمل في التجارة وفتح محلات وإلى آخره. فعمل أغلب أهالي القرية في الزراعة وفي النخيل، اما يكونوا ملاك لمزارع ونخيل او يعملون يعني ضمن هذه المزارع والنخيل الموجوده. يمكن بعض يعني عمل في التجاره نسبه ضئيله جدا، يعني لا ما اعرف بالضبط كم، انا حطيتها حدود 90% لان الغالب العام هو عملوا في الزراعه. لا زال البعض طبعا كبار السن يعملون في الزراعه حتى اليوم. احنا في طور نتكلم عن جامع، اعطي نبذه عن مساجد قريه بوري. يوجد في القريه تقريبا 30 مسجد، بعضها اختفى طبعا لنتيجه عوامل مختلفه، اما يكون للنزوح، لان بوري من القرى اللي يصيرها نزوح بالكامل، يعني ما تتوسع، هي يصير نزوح بالكامل من منطقه الى المنطقه. اغلب المساجد الموجوده هي مساجد قديمه. المساجد تميزت في قرية بوري في الغالب هي تبنى من جزئين، الجزء الأول مسقف يعني والجزء الثاني هو فناء مفتوح، وهذا طبعا راجع إلى عدة عوامل، إما يكون عوامل مناخ، يعني في فترة الشتاء يكون الصلاة يكونوا يصلون داخل المكان المسقف، وفترة الصيف يصلون في الخارج، أو أيضا يعني يكون في الليل أو المساء. في الغالب المساجد الموجودة في بوري بنيت في فترة من الفترات من سعف النخيل، وخاصة في المساجد اللي اندثرت في منطقة حويص اللي لا زالت يعني موجودة المنطقة، لكن هذه المساجد انتهت تقريبا. يمكن العدد الموجود من المساجد هذا يخلينا احنا نبحث ليش كان موجود، على الرغم من أغلب المساجد هي كانت مساجد صغيرة جدا، يعني كانت تبنى بمساحة غرفة فقط، يعني 3 متر في 5 متر أو إلى آخره، وكانت في الغالب تكون قريبة من المزارع الأهالي ونخيل الأهالي، وبعض هذه المساجد يكون قريب من بيوت الأهالي نفسهم. يعني تعرفون أول أنه كان الناس يشتغلون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ف شيء طبيعي يكون المسجد يعني صلواتهم كلها في الغالب تكون قريب من مواقع العمل الموجود منهم، لذلك جزء كبير من المساجد إذا ما كان الأكثر أو الأكبر من عدد المساجد هو صاير في المزارع نفسها اللي للأسف اندثرت.
بوري يمكن حاول تحافظ على جزء بسيط من هذه المساجد الموجودة على الطابع المعماري الموجود، كما ذكرت أنه تتكون من جزئين. ما كان موجود مثل ما تعرفون كرم، كانوا يعني يعتمدون على التهويات والفتحات الموجودة. هذه المساجد فقط في المساجد القديمة لو تلاحظون في تقريبا 12 مسجد في منطقة حويص، هذه كلها اندثرت تقريبا، ما عاد فيها ولا مسجد عدا مسجد حويص. هذا صاير قريب عين حويص، هذا المسجد لو تلاحظون هذا هو اللي مبني من الحجارة. باقي المساجد يعني بعضها ممكن موجود آثاره، بس في الغالب انتهت يعني للأسف. وهذا المساجد القديمة في الديرة تقلصت، يعني لما انتقلوا صار زحف إلى الناس إلى منطقة الديرة، طلعوا من كانوا يبنون بيوت يعني بناء بسيط جدا، زحفوا إلى منطقة الديرة، كانت بيوتهم بالحجارة، فكانت المساجد أيضا مبنية من الحجارة. هذه المساجد الموجودة هي 9 مساجد تقريبا، بعضها موجود مثل هذا مسجد أبو عبيد لا زال موجود بهذا الشكل بالضبط، وهو نفس الطراز المعماري اللي أنا تكلمت فيه، وهو نفس أيضا طابع المعماري لجامع بوري القديم. في مسجد أيضا مسجد الكوكب أو باللهجة الدارجة في بوري نسميه مسجد الشوشب، وأيضا مسجد الكويلية أو إحنا باللهجة الدارجة نسميه مسجد الكويلية. لازال هذا المسجد الكويلي للأسف تم هدمه بعد تصرفات شخصية، يعني يتم هدمه وإعادة بناءه من جديد. هذا أيضا المسجد قدرنا أن احنا نوقف بعد مجموعة من الشباب، يعني اجتهادات شخصية حاولوا يهدمونه ويعيدون بناءه من جديد، قدرنا أيضا نوقفهم. وهذا أيضا لازال موجود، يعني تعرف إذا ما في أحد مهتم في المنطقة عن بالتاريخ وبالتراث وبأهمية هاي المساجد والأمكنة اللي لها قيمة تاريخية وتراثية، حصل الناس ما عندهم اهتمام يقول لك شو نسوي فيه حجارة، يعني بهدمه ونبنيه من جديد، يعني خاصة إذا كان مثلا حصل على تمويل أو تبرعات. طبعا لازم في مساجد حاليا في المنطقة الجديدة، يعني له منطقة البر ومنطقة وادي السيح، لكن ما ذكرتها أنا هني. ونلاحظ أنه المساجد قاعدة تتقلص، يعني كل ما نزحوا الناس منطقة ثانية تتقلص المساجد. وبوري كان يعني من القرى اللي أنا ذكرت أن يصيرها نزوح بالكامل، يعني تنزح ببيوتها بمهاتمها بمساجدها بكل مؤسساتهم، ينزحون إلى المنطقة اللي يسكنونها الجديدة. عنوان الندول هو جامع بوري، هو يعني يعد واحد من أقدم المساجد التاريخية في البحرين، ومعلم بارز في قرية بوري كونه يمثل جزء من ذاكرة الناس وجزء من أرثنا التاريخي في البحرين، وأيضا شاهد على تاريخ القرية. الجامع هو كما ذكرت فريد من نوعه، يمكن في البحرين الحين ما أعرف أنا على حد علمي في مساجد والله جوامع لا زالت بهذا الطابع المعماري اللي موجود، اللي بالضبط ينسجم مع المساجد القديمة اللي كانت تبنى في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هو يشابه إلى حد كبير المسجد النبوي في مرحلة من المراحل كان بالضبط تقريبا يشابه هذا المسجد، وهذا يعني قلت لكم أنا يمكن راجع لي يعني عوامل مناخية وإلى آخر. المسجد هذا في منتصف الثمانينيات في فريق من البعثة الفرنسية زار الجامع وقام بأعمال يعني تنقيب في عند المحراب بالضبط، عند محراب الجامع بوري القديم، وحاول يعني عمل مسوحات على عند الجامع وايضا في اماكن مختلفه. كان هدفهم محاوله الى تصحيح الافتراضات اللي وصلت لها البعثه الدنماركيه اللي زارت البحرين يعني وقت سابق. وللاسف انا شخصيا التقيت مع احد اللي
اللي شاركوا في أعمال للتنقيب في كانديد جمشير في المحرر، وسألت عن نتائج هذه البعثة، فأخبرني لحد الآن لا زالت النتائج لم تنشر بعد، وكنا نتمنى لو نشرت هذه النتائج لربما احنا نقدر نوصل الى نتائج ايضا. يعني عرفت قال انه كان حصلنا بعض الفخاريات الموجوده على سقف الجامع وايضا في الجامع، لكن ما اعطاني اي دلاله تاريخيه الى الجامع. ما نعرف يعني متى هم بينشرونها، لكن نتمنى ان يعني يحاولون ينشرونها على اساس ان نقدر نستفيد منها في يعني نتوصل لمعلومات جديده في الجامع. يمكن البعض يسال كم عمر الجامع؟ كنا قبل ما بدينا يعني المحافظة عليه وقبل ما يبدي مشروع وزارة الثقافة لأعمال الترميم حطينا عمر افتراضي للجامع وهو 120 سنة عمر البناء مع بعض المختصين، قدر لنا عمر البناء الموجود 120 سنة. هذا هو الجامع، هي صورة قديمة. وفقا أيضا لبعض المصادر مثل كتاب حاضر البحريني للشيخ إبراهيم المبارك، وأيضا إلى كتاب أيضا كتاب أنا راح أمالح بس راح أتذكره حق أحد المؤرخين، أيضا ذكر بما فيهم شيخ إبراهيم في حاضر البحرين، ذكر أن الشيخ خلف العصفور لما رجع من الدراسة أسس صلاة الجمعة في 15 جامع في البحرين، كان من بينه جامع بوري القديم. ولما نرجع إلى هذه المرحلة يعني نحط افتراضا أنه والله عمر، لأن شيخ خلف رجع للبحرين بداية القرن الماضي، فنقول حدود 120 سنة عمر الجامع. لكن طبعا عقب ما بدأنا مشروع الترميم والتنقيب داخل الجامع تبين لنا بعض المعلومات اللي صححت من هاي المعلومات اللي احنا أو الافتراضات اللي احنا توصلنا إليها. هذه بعض جزء من التنقيب الأخيري، في آثار راح نتكلم عنها فيما بعد. هذا مشروع طبعا يعني هني لازم نشكر وزارة الثقافة وخاصة الشيخ خمين معالي الشيخ خمين، لأن هي أخذت قرار سريع جدا بالبدء الفوري في العمل لما اجتمعنا فيها وخبرناها عن وضع الجامع المتهالك جدا، يعني أوشك على السقوط، فأخذت قرار سريع جدا ورصدت ميزانية وبدأوا الفريق الوزارة العمل بشكل سريع جدا. يعني خلال أيام فقط أخبرني أنه والله خلاص بدأنا العمل وقدرنا يعني نحافظ عليه من السقوط. الميزانية بلغت تقريبا 60,000 دينار، وهو لترميم وإعادة تأهيل الجامع للصلاة أمام الأهالي. السقف كان يعني شبه متهالك بالكامل، الأحمدة اللي كانت موجودة متهالكة. راح نشوف الفيديو لاحقا شلون كانت عملية الترميم. اللافت لما كانوا الفريق الوزارة كان يرمم جدار الجامع، بالظاهر احنا يبين لون واحد كله، بس لما قاموا يعني ينزلون الاسمنت مثلا الاضافات الحديثه هذه اكتشفنا ان اجزاء الجامع مختلفه. لما بدوا على جهه اليمين كان لونه مختلف عن جهه اليسار، فركزوا فريق التنقيب على جهة اليسار باعتباره أقدم من جهة اليمين، نصف الجامع يعني اللي هم بعد المحراب مباشرة. ولما ركزوا أكثر على جهة اليمين طلع نصف الجهة اليمين غير عن النصف الثاني من جهة اليسار، فقاموا التركيز أكثر على جهة اللي هو اليمين غير اليسار، فاضطروا أن ينزلون تحت أكثر وايضا يركزون على الزاويه، فاكتشفوا ان في طبقات من الجدار الامامي والغربي للجامع، وكانما الجامع يعني شهد اكثر من مرحله بناء وتوسعه. نزلوا في الارض طبعا اكتشفوا ان في سور بمساحه تقريبا يعني غرفتين او ثلاث غرف
يعني 6 متر تقريبا، في حدود 6 متر ايضا او 5 متر. فقرروا ايضا ينزلون اكثر تحت الارض، وفي عمودين طبعا طلعوهم لبرا. قرروا ايضا يركزون اكثر على المنطقه هذه وينزلون اكثر داخل. فلما نزلوا شافوا ايضا في جدار مبني على انقاض هذا المسجد الموجود، وهو بمساحه تقريبا غرفه، وخارج يعني فيه يعني اثاره برا يعني بعد السور مباشره ما الجامعه والجدار. لما راحوا برا وبدوا العمل في التنقيل، شافوا ان فعلا في طبقات مختلفه، وكانما الجامع يعني شهد اكثر من مرحله تطوير و يعني توسعه في الجامع. فتوصلنا مع فريق وزاره اللي هو الثقافه انه هذا الجامع مو عمره 120 سنه، اكثر من ذلك بكثير، وانه شهد اكثر من مرحله بناء وتوسع. ايضا لما جو هو الجامع يعني يتكون من ثلاث حارات من الأعمدة، واحد اثنين ثلاثة، الحارتين متشابهين، والحارة الثالثة اللي مقابل الفناء الخارجي مختلفة عن الحارتين اللي موجودة من بعد ما فتحوا الأعمدة اللي تشوفونها الحين. فإحنا يعني مع الفريق التنقيب في وزارة الثقافة توصلنا إلى أن هالجامع شهد يعني 6 مراحل أساسية ومهمة في تاريخ الجامع من التوسعة، راح نشوفها الحين بصور يعني افتراضية وتخيلية لشكل الجامع اللي موجود. هذا الجامع قبل البدء في عملية الترميم، قبل لا يبدون عملية الترميم كان يعني شبه متهالك جدا ومهمول، ما كان أحد يصلي فيه. هذا الشندل كان يعني جزء منه متكسر متهالك. هذا الجامع المحراب شوف شلون صار. المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى شبه يعني تصور إلى ممكن افتراضي إلى شلون شكل الجامع في المرحلة الأولى اللي اكتشفوها تحت. هذا يعني 3 متر في يعني حدود 5 متر، قد يكون هذا يرجع إلى مو الجامع نفسه، يعني مو المسجد نفسه يرجع، قد يكون يرجع وربما يكون بني، يرجع إلى فترة المساجد ما بعد أو فترة الدولة العيونية لما بنوا لما سمحوا بناء مساجد يعني مسافة متر واحد، ربما يكون يرجع لذيك الفترة أو بنية بالطراز اللي بنية فيه مساجد في فترة الدولة العيونية. يعني ما أقول أنا ما أجزم أنه والله ممكن يكون راجع للدولة العيونية، لا، أنا أقول ممكن بني في بالشكل المعماري مثل المساجد اللي بنيت في فترة الدولة العيونية، وكانت تبنى يعني مساحة غرفة، وهذا مثل المقاسات اللي احنا اكتشفناها فيما بعد، ان هي المساجد عادة تكون يعني مكونة من غرفة تقريبا، مساحة غرفة. لو نلاحظ السام الموجود هذا اندثر طبعا، هذا افتراضي حاطينه، هذا كان الناس تستخدمه للوضوء ويعني ايضا الغسيل، البيوت اللي كانت قريبة والمزارع اللي وكان يغذي ايضا المزارع القريبة من الجامع. فهذه الحين صورة افتراضية لشكل الجامع في المرحلة الأولى حسب اللي احنا وصلنا إليه من النتائج من خلال أعمال التنقيب. الطبقة اللي قبل الأخيرة اللي فوق اللي يعني السفلى، اكتشفنا هذه الشكلة بالضبط، انه في عمودين راح تشوفون العمودين بعدين بالضبط نفس الشكل هذا، كان مفتوح والعمود في الوسط، في عمودين دائريين في الوسط نفسه، وهو طبعا بمساحة تقريبا يعني 3 غرف، يعني يكون 6 متر في 6 متر حدود تقريبا. في احنا سمعنا وايضا قرأنا في كتب ومصادر عديدة انه هناك في بوري مدرسة علمية خاصة في كتاب الإجازة للشيخ السماهيجي في 57، كان ذكر أن في بوري يوجد هناك مدرسة علمية، وأعطى وصف موجز لشكل المدرسة.
وفي الواقع الشكل اللي يعني اللي اعطانا اياه في الكتاب هو ينسجم اللي شفناه احنا، انه يعني مكان يتكون من مساحه غرفتين تقريبا يتوسط مع عمودان والى اخره. فهذا الشكل احنا لا بعد ايضا نكرر لا نستطيع ان نلزم من هذا المكان، ولكن هذا دليل عندنا كتاب الاجازه، وهذا ما توصلنا اليه في الجامع. ربما يكون هو الجامع او الجامع كان فيه المدرسه العلميه اللي يتكلم فيها الشيخ السماهيجي وايضا الشيخ حسين البربري. المساجد ايضا تعرفون هي كانت ايضا كما هي دار للعباده كانت ايضا يدرس فيها، خاصه نبوري في الفتره هذه كان فيها كثير من العلماء. ممكن المدارس تكون ايضا في بيوتهم، ممكن تكون ايضا في مساجد، ولكن على الارجح انه هو ان في المدرسه هذه هي في المسجد اللي احنا شفناه شكله الموجود الحين. الفتره هذه كانت في 1179، ذكرهم اكثر من مره ايضا في كتب علميه. وهذه المدرسه درسوا فيها ودرس فيها ايضا بعض العلماء في البحرين، ابرزهم علماء من بوري نفسهم، الشيخ زين الدين البوري المولود في 1100 هجريه، وايضا الشيخ محمد بن حسن بن هلال البوري هذا عاش بعد 1200 هجري، والشيخ علي بن عبد الله البوري عاش في اواخر 1200، وايضا الشيخ علي بن مقداد البوري عاش في 1180 هجريه، وايضا له اجازات. لكن الوحيد اللي ذكر طبعا المدرسه هو الشيخ السماهيجي والبربري. ذكروا ايضا في مدرسه ثانيه، لكن ما نجزم وين هي المدرسه الثانيه، ما عندنا اي دلائل لا يعني ماديه ولا ايضا مصادر ذكرت وين بالضبط المدرسه هذه. يتردد عند كبار السن والله المدرسه موجوده في المكان الفلاني، بس ما عندنا يعني اي دليل مادي ان نعرف ان هذه المدرسه موجوده هنا او لا. المرحله الثالثه اللي قلت لكم انه هو من نصف الجامع لما بدأوا عملية الترميم شافوا أن نصف الجامع يختلف عن النصف الثاني في الترميم. فإحنا يعني هذه أيضا تصور افتراضي لشكل الجامع في بالنسبة للتصور اللي شافوهم فريق التنقيب، أنه يكون بالصورة هذه كان مفتوح وفيه أيضا يتكون من الحارتين هذه، والمحراب موجود راح تشوفونه بالفيديو، لا زال المحراب موجود لو تلاحظون هذا محرابكم موجود هنا. طبعا مو محراب متكامل، هو يعني دخله بسيطه من 10 سنتي تبين بس وين اتجاه القبله فقط لا غير. طبعا هني الجامع مسقوف في الاساس، يعني بالصوره هذه هو مسقوف، بس احنا خليناه كذي على اساس ان تشوفون شلون كان الشكل، والساق بقى كما هو موجود. هذه المرحله الرابعه، هذا الجزء اللي انا رويتكم اياه، هذا الجزء الايمن وهذا الجزء الايسر. بعدين بنوا المحراب، هذا المحراب بنوا حارتين فقط. هني احنا تناقشنا وياهم في موضوع السور الموجود. طبعا في المرحله الخامسه والاخيره او الست مراحل، المرحله الاخيره هي التنقيب والترميم، المرحله هاي الرابعه، هل السور بني في المرحله الخامسه أو المرحلة الرابعة؟ ما قدرنا نوصل للنتيجة، ولكن يرجح أن السور بني في المرحلة الرابعة هذه اللي أنا فاتحينها الحين، وكان باقي سابقة موجود كما هو، والجامع بالهيئة اللي موجودة الحين لكن من دون السور ومن دون الإضافة الموجودة هنا. راح نشوف المرحلة الخامسة اللي احنا عندنا لها نعمة وثيقة قدرنا نحصلها، وهي يعني في كان سنة 52 تقريبا. هذه المرحلة الخامسة لو تلاحظ صار السور، طبعا السور من حجارة، طبعا هني في بوابتين مو بوابة واحدة، مو الوسط، البوابة صارت واحدة يمين واحدة شمال، واحدة هني واحدة ايضا في الجهة الشمالية، وتم بناء ايضا غرفة يعني اشبه بالستور او الى ذلك، وبناء ايضا الحاره الثالثه الموجوده في مقدمه الجامع، وبقى الجامع كما هو لليوم هذا لقبل عمليه مشروع الترميم. هذه الوثيقه وثيقه طويله موجوده يعني يمكن هالطول تقريبا، فيها مصاريف الجامع
وفيها الناس اللي اشتغلوا في الجامعة، يعني كم كروتهم أو أجرتهم أستاذ، يعني أحد الشباب يعني قدر يقرأها شوية، وهي طويلة، هذا أنا مقتص جزء بسيط جدا، في بعضها مفهوم وكتبت بأسلوب بسيط جدا وأسلوب الدارج، لو تلاحظون تريبات جص لتريب في 20 أيضا، هي طبعا سنة 52 لما صارت عملية التوسعة الأخيرية اللي صار فيها الجامعة، يمكن بعضكم يعرفها، احنا مو يعني لو تلاحظون مكرر أيضا أجرت قصاص لجزم نفرين في ستربيات، لحق ما أعرف شنو هاي لحق أو قصاص لجزم، وأجار نقلها 8 خدام، الخادم ستربيات، أيضا سيارة إلى نقل لجزم من النخيل إلى الجامع من 10 ربيات، أيضا سيارة خادم حراق العيدان، يمكن صح علي دهنا مرة تحتاجي 6 ربيات، أيضا 2000 سعفة نم 60 ربية، أيضا قيمة الحصى، أيضا طبعا هي فيها أسعار هني بس ما كانت واضحة، ما نقلناها، إحنا نقلنا بس الجزء من الفلوس وجزء من النص يعني، أيضا تريبات رمل لتريب في 14 ربية، أيضا منعش من 15 ربية، أيضا ربع جونية، طبعا هي مكتوبة ربع جن بس هي أعتقد هي ربع جونية، ربع جونية بصل من 3 ربيات، أيضا رطلين أصبار عن ربيع أو ربع ونص أعتقد، أيضا 2 ممكن تكون 2 شكر عن 2 ربع، أيضا قلة تمر خنيزي عن 10 ربيات، أيضا سيارة من العطية تنقل المداد إلى دفن صحن المسجد يوم كامل 100 ربية، أي قصف ميزانيتهم من العطية سيارته، أجور الأستاذ والمعاون والكولية، معاون هاي هني جزء المعاون، معاون 7 ربيات و14 آنة، كوليين النفر 5 ربيات، أيضا في 22 جمادة بني أستاذ واحد من 10 ربية و10 ربيات، أيضا معاون 7 ربيات و12 آنة والنفر 5 ربيات، يعني هذا جزء منها، هي طويلة وصايرة من الجهتين الموجودة، تحتاج إلى تفسير إذا أحد لا زال في بعض النصوص غير واضحة، يمكن في بعضكم يفيدنا نخلي يطلع عليها ونقل لنا النصوص بالضبط. طبعا هاي كتبها كان مسؤول عن الحاج منصور محفوظ الحجير، هو كان هي الوثيقة من عنده، هو بالمناسبة جدي، جد الوالد مباشرة، وقدرت أنا حصلتها من عند جدي مباشرة، له عم يصير يعني، لا زالت موجودة الوثيقة متهالكة بس يعني حاولنا نحافظ عليها. الجامع كما ذكرت في البداية من 15 جوامع اللي تأسست فيها أول صلاة جمعة في البحرين مطلع القرن الماضي، لما رجع الشيخ خلف العصفور أسس صلاة الجمعة في 15 جامع، كان بينها جامع بوري حسب ما طبعا جاء في كتاب حاضر البحرين للشيخ إبراهيم المبارك. الشيخ إبراهيم توفى سنة 79، وهو أيضا خلف الشيخ خلف العصفور بعد فترة لصلاة الجمعة في عالي، لأن استقرت الصلاة صلاة الجمعة في عالي، وكانت يعني تنتقل كل ما بين فترة أو في 3 مرات تقريبا أو مرتين في السنة تنقل الصلاة إلى بوري، وأحيانا تنقل إلى المحرر، وأحيانا تنقل إلى عراض في أماكن معينة، يمكن لأن هذه الأماكن هم أهل هذه الأماكن هم نفسهم اللي يعني يترددون على الجامع. لما تنتقل الصلاة إلى جامع بوري هذا اليوم يكون استثنائيا بالنسبة للأهالي، يعني تصوروا في بداية القرن الماضي يعني قبل 110 سنوات أو 100 سنة تقريبا، تبدأ النساء من قبل أسبوع تقريبا بتنظيف الطرقات اللي يمر عليها السيارات أو الحمير اللي يجون عليهم يعني المصلين، ويبدون يجمعون الحصير من البيوت، كل واحد عنده أهل قد عدد الحصير يأخذون الحصير وينقلونه إلى الجامع على أساس أن يصلون عليه.
لأن يعني الأرض ترابية ويستخدمون فقط الحصير. وأيضا يعني تجهيز أواني الطبخ لأنه يعطون المصلين وجبة الفطور ووجبة يعني الغذاء، لأنه يجون من الصبح ما يمشون إلا بعد العصر تقريبا. الأهالي المصلين غالبيتهم يجون من مناطق عالية والمنامة والمحرق والدير وسراهيج وعراق وبعض المناطق الغربية. الأهالي يستقبلونهم أولا من الصباح، يستقبلون في المجالس مالهم، وطبعا يعطونهم الريوق الشعبي اللي معروف، الطبخات الشعبية القديمة، وكل صاحب بيت يأكد على اللي زاره الصبح يعني على الفطور أن أنت غداك عندي، ما تروح أي مكان، يعني تخلص وتجيني على طول المجلس مالي تتغدى عندي، المجالس كلها مفتوحة تكون يعني. تأكيد إليهم على أساس يبي يعرف العدد، على أساس يطبخ الغداء، يبي يعرف كم يعني عدد ربع اللي بيجون يتغدون يعني. وبعد طبعا ما تنتهي صلاة الجمعة يعني يرجعون يتغدون، وبعدين خلاص ينتهي اليوم، وهكذا يعني لما ترجع صلاة الجمعة من جديد إلى بوري. هذا تكرر الشيء أيضا في فترة لما كان يصلي الجمعة الشيخ إبراهيم مبارك في الخمسينيات والستينيات، أيضا كان يمارس نفس الدور اللي كان يمارس أيضا أيام الشيخ خلف العصفور. من العادات الجميلة اللي كان أهالي القرية يمارسونها في الجامع نفسه، جامع بوري، في ذاكرة اجتماعية، في موروث اجتماعي كان الناس تمارسه. يمكن بعضكم سمع فيه هو الشراك، أو باللهجة الدارجة المحلية في بوري الشراج. أن النساء كانوا يتجمعون في يوم 29 من جمادى الثاني، يعني في الغالب يكونوا على مجموعات عائلية، يعني كل نسوان بيت كامل يعني يجمعون، وإقامة وجبة غداء جماعية داخل الجامع، داخل فناء الجامع الخارجي، معهم الأطفال والنساء من دون طبعا الرجال. الرجال ما ممكن ما يعترفون بالعادة هذه، فقط هي محصورة على النساء. هي تكون سنويا، قد تكون أشبه بالعادات الموجودة بزيارة الأضرحة والتبرك فيها وإقامة الوجبات وإلى آخره، أو قراءة القرآن وقراءة الأدعية في المساجد أو في الأضرحة، سواء في البحرين أو حتى خارج البحرين، خاصة في المغرب العربي. يوم الجمعة لما كان تقام صلاة الجمعة في الجامع، كان في سوق بسيط جدا يبيعون فيه، يعني نعتبر احنا سوق موسمي مرتبط بصلاة الجمعة، فقط لما تصير صلاة الجمعة في السنة مرة مرتين أو ثلاث، كان يبيعوا فيه بعض الخضروات والتمور، بعض الأسماك اللي كانت تجينا من خط شارع البديع. وطبعا ينتهي هذا السوق بانتهاء اليوم أو انتهاء صلاة الجمعة. أوقاف الجامع، السيد عدنان هو سجل الأوقاف اللي سجله السيد عدنان، في عالم ما نعرفه يعني ما في أي معلومات عنه، اسمه الشيخ علي العلي، هو مدفون بالضبط في غرب الجامع. فلما جاء السيد عدنان سجل الأوقاف نسب الجامع إلى جامع علي بن علي أو الشيخ علي بن علي، نسبة إلى الشخص المدفون قريب من الجامع. طبعا هذا الشيخ علي بن علي وايضا معه حاليا واحد اسمه الشيخ محمد زيد مدفونين جنب بعض، وصار مسجد خاص فيهم جنب الجامع. راح نشوف المسجد صغير جدا وعليه قبه خضراء. فالبعض يمكن فتره سمى الجامع باسم علي بن علي نسبه لهذه الاوقاف، بس هو في الاساس الجامع هو جامع بوري القديم، وفقا ل يعني الشيخ خلف وايضا الشيخ إبراهيم المبارك، وبالنسبة للأهالي أيضا. ممكن يكون أثناء التدوين واحد أعطى معلومة، أو هو صارت اجتهاد شخصي منه أو من أي أحد من أهالي القرية، والله الجامع لأنه هو القبر موجود فسمى باسمه يعني. الأوقاف الموجودة للجامع هي أربع أوقاف: وقف جبار الإزقاط، وهي نخيل بسيحة بوري، منطقة مليئة بالنخيل داخل بوري، وجبار ثابت وهي نخيل بسيحة بوري، وصرمة حضيرة الفرخ وهي نخيل بسيحة بوري أيضا، وصرمة أم القطن وهي نخيل بسيحة بوري. وهي طبعا المنطقة سيحة بوري هي خاصة فيها النخيل، وخاصة الخنيزي الموجود اللي تشتهر في بوري.
شكرا لمتابعتكم، وأدعوكم لمشاهدة فقط فيديو هذا الفيديو لمرحلة الترميم بشكل سريع وما بعد الترميم. Close, 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 close the light. هذا بعد الترميم.
نفس المصحف. اي اي هاي هذه الاثار اللي المراحل اللي اكتشفوها تحت الارض حاولوا يطلعونها فوق على اساس تبين علامه ان كل مرحله بروحها. هذه المدرسه العمودين هذا الجزء كله قديم على مراحل. اي طب مفتوح طبعا النوافذ كانت مفتوحه. هذا الأجدد، هاي الجزء هاي اللي الحين يبين هو أجدد شيء. هذا المحراب القديم يعني اللي في المرحلة الثانية والثالثة. هذا خلف الجامع لو تلاحظون الطبقات اللي يمين ويسار وفوق يعني الطبقات اللي يعني تبين المراحل اللي مبنى عليها. هذا الجامع وهذا المسجد اللي تكلمت عنه الصغير اللي مدفون فيه. شكراً لكم.